مصر كابتن احمد حسن، بدايه جديده لنقل خبراتك وتطوير الرياضه المصريه عموما وكره القدم. يعني كلمنا عن التجربه النهارده والتوأمه مع المقاولين العرب بما انك ممثل لفريق اندرلخت البلجيكي. والله يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله بمشيئه الله الرحمن ان تكون تجربه مثمره، ونتمنى ان احنا نكون اضافه مع نادي المقاولين، لان نادي المقاولين بيتمتع بافضل قاعده لافراز الناشئين. نتمنى ان احنا نكون اضافه اليوم، نتمنى ان احنا نكون اضافه للرياضه المصريه بشكل عام، ونتمنى ان احنا نكون اضافه لاولادنا الصغيرين. فبنجتهد وزينا زي كل الاكاديميات اللي موجوده، نتمنى ان احنا نقدم حاجه محترمه، حاجه تليق برياضه في مصر وتفيد رياضه في مصر بشكل عام. وفي النهايه زي ما قلنا في المؤتمر، هو المستفيد ان يكون ولادنا صغيرين ان شاء الله باذن الله. نادي المقاولين نادي كبير، عشان كده يمكن سعينا ان احنا نكون متواجدين مع نادي المقاولين، ويا رب ان شاء الله تكون شراكه مثمره ويستفيد منها الجميع.